الحالة العجيبة. يقول الشيخ حسن الدمستاني: يا للعجيبة والأيام معجبة، والطبع منها على العدوان مجبول. قتل الوصي، أرجو تتأمل في الكلمات الشيخ، لأن هذا الشيخ هذا الشعر المؤثر. قتل الوصي أمير المؤمنين إلى قطام في أخريات الشهر مقبول. أغرت على حيدر كلب الشرات، فلا يمل به عن طريق الحق، عن طريق الغي تحويله. فجاءه والدجى، يا علي يا علي، فجاءه والدجى قد قد من قبل، فجاءه والدجى قد قد من دبر، سرباله وغرار الفاج مسلول. وياي وياي. فاستل صارمه بالسم ملتمعا، كأنه قبس في الليل مشعول. فشق هامته وإلى فشق هامته بالسيف وأسفي، فخر وهو بشكر الله مشغول. الله. فخر وهو بشكر الله مشغول. يا شيعة المرتضى، يخاطب المحبين، يا شيعة المرتضى، يا لا يرتضى لكم صبر وسيدكم ذا اليوم مقتول. يا علي يا علي. ميلوا لنزح حياض الدمع عن كملين، كي لا يقال لكم عن حوضه زولوا. تتأمل في الكلمات. تسابقون سراعا نحو كوثره، وفيه أدمعكم كسلى مثاقل. اسمع اسمع وش يقول: إن كان قلب قطام بل غلته. رحت النجف لولا. إن كان قلب قطام بل غلته، مهند من دم الكرار مبلول.
فقلب فاطمة الزهراء محترقون من أجله وغزير الدمع مهمول. بعد قال وزينب ابنتها تنهال عبرتها من فوق وجنتها والشاعر مسدول. وعليا وجاءوا لأمير المؤمنين يزورونه في هذه الليلة، وإحنا بعد جينا وياهم نزور أمير المؤمنين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. والكل في ذاك اليوم يسأل كيف أحوال أمير المؤمنين. ما أدري إيش حاله، ما أدري شلون صلاة أمير المؤمنين، ما أدري شلون وداع أمير المؤمنين، ما أدري شلون حال الحسن، ما أدري شلون حال الحسين بأبي وأمي. الأصبغ يقول رأيت أمير المؤمنين وعلى رأسه عصابة، ما أدري أيهما أشد اصفرارا، العصابة أم رأس أمير المؤمنين. وجاءوا بذلك الطبيب بأبي وأمي وكشف عن رأس أمير المؤمنين وأرسل فيه عرقا من رئة الشاة، وإذا ببياض السوم على ذلك العرق. قولوا عليا يا شباب، يا شباب هذا إمامنا، هذا أميرنا، هذا رئيسنا، هذا العمدة. يا علي يا علي يا أبا الحسن أعهد عهدك وأوصي وصيتك، فإن الضربة مسمومة وصلت إلى دماغك، نلت مرمرة بالدواء. لا غاب لا غاب لا غاب هالصوت، ايه ايه لا غاب هالصوت، لا تمرمرون بالدواء، قلبي ترادى انا الطبيب اللي بترى، واليوم ما عندي دواء، ها ضربت المحرى. أما زينب نظرت إلى أمير المؤمنين، من ضربتك مرحب. لا غاب لا غاب لا غاب هالصوت، يا باي الكل تعجب وتعجب، يا ومن يوم طلع باك وما ابن ملجاي ضربته اعجب. وعليا أبا الحسن أمير المؤمنين نزلت الكوفة، وياي وياي يا علي قشرة علينا نطلب من الله الطيب وتردنا يا المدين، قشرة علينا نزلت الكوفة يا أبو حسين، فلك عسى فالسلامة يا ضيل
قالها الحسن يا اختي السلامة لال ما تنظرين السيف شق غرات ايه 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 انا ما بنتي من ضربة من ضربته حامل حميقو هذا الطبيب يقول سيف الرجال مقزر ابونا حسبته يومين بعد يوم لونه تغير وانخطف ما تنظرين ولا قالت يا خويا اطلب من الله ويقوم ابو الحسنين ويتمم ونعيد بزينة ولا نعيد قالها يا ثكل العيد لا تتذكر ولا يا اختي يا زينب كان عيد تعيد كان الخبر وصل بصير ابراك واحنا بعد ليلة ويومه قبل الفجر كهف الأرامل تفقد قالت يا أبا الحسن نذر يا أبا الحسن إذا رجعنا وياك وانت سالم ورجعنا وياك إلى المدينة وانت سالم أنشر أعلام المسرة والفرح سالت دموع وقال لها يا حزينة ويني وين أرجع يا زينب للمدينة باكر يشيعوني مع السلامة يا زينب مع السلامة يا زينب باكر يشيعوني وجسمي يدفنونه بالغري وسالت دمعته وتزفر وقال زينب أرجو المستمع الكريم يتصور بس ها إيه يا زينب ترجعين طيبة وتنظرين الدار قفرة لكن أبا وصيك بوصية وجذب حسرة زوري ضريح المصطفى وامك الزهرة وقولي لهم جينا بلا خواض لهوى يا علي يا علي ترجعين يا بنتي لطيبة ودمعك يسيل لكن يا بنت وياك فرسان ورجاجيل العباس وحسين وحسن حواسك حاضرة لو ايش عباس وحسين وحسن خيالة الخيل من حال خدرك حفيني من وشما وتالي وحيدة وضايعة لها ترجعي من كربلاء ما عندك محامي ولا معين ترجعي لمحمد بلا عباس لا هل يا ضنوات علي عندك ولا رجاء تعزية 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 ما سال شيعة نساء رجال اسمعوا هذه الكلمة ما سال دم من الحجر إلا بيومين يوم اللي شق وراس داح الباب نصين ويوم على الخطار شال وراس
وويلاه. يجري الدم يجري الدم ها من أسفل الحجر، ما سال دم من الحجر إلا بيومين، يوم اللي شق وراس داح الباب نصين، ويوم على الخطار شال وراس.